نبداو بالاكتواليتي. فهذه اول حاجه نحب نطمنوا من عندك على صحه سي مراد المستيفي. سمعنا هكا في تعب شوي. ولان سي مراد معناتها مش على يكون في الاستماع، لو كان في الاستماع نتوجه له احنا الكل زملائه في المكتب الجامعي، كافه اعضاء الجامعه التونسيه بحر معناتها اليوم تمنياتنا ليه بالشفاء. سي مراد كان في الدوره عنده وعكه صحيه، وفي اخر ايام الدوره معناتها تحمل معناتها المتاعب الصحيه نتاعو باش كمل الدوره. فيما بعد نعرف انه معناتها العبء الثقيل اللي تحمله الاشهر الاخر على مستوى التنظيم معاهم معناتها التعب الكل رجع لي صحيا. ما عناش الحقيقه اتصال به الاسبوع هذا لانه اتصلنا بعائلته، منصوح ليه انه ياخذ قسط من الراحه طبيا. فنقول له يعطيك صحة السؤال، بديت لي بالسؤال هذا. نقول له سي مراد راهو انسان نظيف اليد، انت انسان خدمنا معاك وحابين الخدمة في المكتب الجامعي، حاولنا الناس كل اجتهدنا، ما يتلامش عليك سي مراد، قاعد تخدم تعمل في مجهود، انسان متطوع كيما اعضاء المكتب الجامعي. الكرة فيها ربح ولا خسارة، ونستناوك سي مراد في بداية الأسبوع باش ترجع كيما عهدناك، لأنه المكتب الجامعي بانتظار ملفات عاجلة باش ناخذوا قرارات وتستمر الحياة. هو كان بريفيو سي مراد ما تأكد لي أنت الخبر ولا كان بريفيو هما اجتماع نهاية الأسبوع هذا اليوم ولا غدوة؟ مش باش يصير ظهر لي. مش باش يصير لأنه ما نجموش نعملوا اجتماع من غير رئيس الجامعة. قلت لك اليوم معناتها باتصالنا بعائلته طلبوا منا فقط أنه خليه على الاقل الاسبوع هذا منصوح ليه طبيا انه يرتاح ويبعد معناتها على كل ممكن يوتره. واليوم كره اليد تحكي وحسها كامله اصبحت معناتها مصدر قلنا قلق ومتاعب في بعض الاحيان كما فرحتنا قبل، ولكن كيف مسؤوليه وثقه المسؤوليه كبيره، ومعناتها ربي عيننا معناتها باش نواجهوا الأشرة اللي جايه. باهي كما قلت في اول حصة الاحداث تسارعت بسرعه في الاسبوع هذا. البارح جانا اخبار نتاع اعتزال مصباح الصانعي، ما عرفتش كيفاش نجموا نقراوها، كيفاش تقبلتوه انتم كجامعه وعلاش الاسباب نتاعها؟ ما عرفتش مع اللاعب لا فاجئكم لا ما عرفتش انت فسر لي. انا كنت طلعت على الخبر كيف كيفكم معناتها على موقع رسمي احدى القنوات التلفزيونيه الاجنبيه اختار مصباح انه يخرج الخبر هذايا. نعرفوا بعد الدور النهائي خيبة عدم الحصول معناتها على اللقب، معناتها فما اليوم ردود فعل نتوقعوها. بعض اللاعبين حسوا معناتها بخيبة الأمل. مصباح مثلا 2012 الألعاب الأولمبية تحرم من أنه يشارك بها لأن تعرض لإصابة، خيبة أمل بالنسبة ليه، عطاه كل شيء مصباح. كل مرة كان يجي كان يقول في الدورة هذه معناتها كانت عنده إصابة طفيفة حتى على مستوى نقول أنا اليد اليمنى اليسرى سامحني، تحمل الأوجاع. جاء حقيقة ما حسبش مصباح كيما غيره وغير الكوادر الكل، خليه يرتاح شوية ما يسالش القرار. نقول أنا متسرع ولو في جوانب كي قريت اليوم البيان نتاعو متفاهمهم، في جانب عائلي في جانب يهم التزاماته مع النادي نتاعو، خليه يرتاح شويه. فيما بعد مصباح ولد الدار مش كاري مصباح، وان شاء الله معناتها باش نقوموا اعاده ترميم البيت في اقرب وقت. مصباح ولد الدار ينجم يكون عشوم عن ديسيزيون باش تحكيو معاه يرجع قدم زاد 28 29 عام. انا شوف الطريقه حتى قلت لي غاب على الاولمبياد غير ينجم يكون موجود في الاولمبياد الجاي ولو انه مازال قايم الامل تيكيو. صحيح انا اقول هو الطريقه اللي خرج بها البيان نتاعو طريقه محترفه، اذا كان اختار اليوم وسيله معناتها اعلاميه معناتها ولو اجنبيه معناتها ما كانش تونسيه، ولكن اكيد انه عندي رايه اذا كان نشوف البيان والبيان كان مطول. نقول انا خليه الامور تستراح، راه ولد الدار مصباح، فيما بعد نلموا بعض فيما بعد نشوفوا واللي فيه الخير ربي يسهل. باهي نواصل معك تويت كيف قبل ما ندخلوا في المون مشارك منتخبنا في كان العقوبات اللي هبطوا البارح ظهر لي كيفاش تقبلتوهم العقوبات تاع كاشبيه اللي هما ظهر لي 50 مليون توانسه وعقوبه 4 سنين ما نظموش حتى دوره سواء على مستوى النوادي او المنتخبات. وبعد ما فات وفات دور نهائي حقيقة أنا واحد من الناس خرجت عملت تصريح كانت رسمي الدورة، كنت متخوف من شبح العقوبات اللي شفتهم قدامي معناتها والمشهد معناتها مازال عالق في ذهني.
وأول مرة باش نقول اليوم بعد ما خرجت العقوبات هذه، راهو المجلس التنفيذي الاتحاد الافريقي تعهد بالملف، والملف ثقيل، ذاك علاش ما وقعش البت فيه عن طريق لجنة التأديب التابعة معناتها الاتحاد الافريقي اللي في الدورة ليلتها. وحتى إمكانية تسليط عقوبة موجود حتى على مستوى سلم العقوبات الاتحاد الافريقي، عقوبة مباشرة على المنتخبات الوطنية بجميع أصنافها كانت واردة. مش ندخل أكثر في التفاصيل، حتى فما بعض الأعضاء اللي ممكن تداولوا في الملف هذايا على مستوى مجلس التنفيذي الاتحاد الافريقي طرقوا المسألة هذه، وكان معناتها عقوبة مقترحة أنه المنتخبات متاعنا بجميع أصنافها يتم التشطيب عليها ومنحها حتى من نشاط لفترة معينة احتفظ بها. اليوم هذه معناتها مسألة تم الكواليس، لكن أصدقاء اليوم أولا الجامعة التونسية، وهوني حبيت نشكر رئيس الاتحاد الدولي الدكتور حسن مصطفى والدكتور منصور غريمو رئيس الاتحاد الافريقي، الحقيقة شكون نعطي كل حد حقه، اليوم تدخلوا بثقلهم، اليوم جنبوا على المستوى الرياضي الجامعة عقوبات على المدى القصير، والعقوبات هي تنظيمية بحتة. اليوم مشهد اللي شفناه غير مشرف، مشهد اليوم في دورة مرشحة للأولمبياد قدام عينين العالم الكل، ما نجموش نفلتوا من العقوبة. عقوبة مالية 15,000 دولار، 15,000 يورو، وعقوبة بأربع سنوات من تنظيم على مستوى المنتخبات وعلى مستوى الأندية من أي تظاهر على الأراضي التونسية. فيما بعد احنا كجامعة كانت تسألني، قل لك انا كعضو من الأعضاء اليوم مش نداولوا في المسألة هذه، وما نجوش نداولوش فيها في مكتب جامعي بحضور رئيس الجامعة، لكن كان نعطيك انا رأي كل صراحة كرئيس لجنة الشؤون القانونية، ولو الملف من ناحية قانونية تحكي فيه، لكن أنا أنصح معناتها بقية زملائي اليوم بقبول هذه العقوبة، هي في ظاهرها قاسية في باطنها عقوبة رحيمة للي يفهم. واليوم أصدقائنا في الاتحاد الدولي الاتحاد الافريقي الحقيقة رعاوا مصلحة كرة اليد، سمعة كرة اليد، وذاك علاش أنا أنصحه بالاكتفاء بهذه العقوبة. به في الأثناء التحق بنا سينا عرفة ظهلي المدير الفني للجامعة التونسية لكرة اليد، مسير اشتقى البحث سي معاذ سياسين، نحاول نحكي وما زلنا على العقوبة هذه. سي معاذ، دونك حسب ما فهمت من كلامك ما كنتش تستنف وما كنتش الاستئناف. لا هذا سيتداول سابق لأوانه، معناها سابق لأوانه. أنا عطيتك رأي، أنا عندنا بقيت على مكتب جامعي والرئيس، واليوم نزلت ما نعرفش موقف الرئيس رسميا، لكن من باب خبرتي كرئيس لجنة الشؤون القانونية، إذا كان اليوم ناس وقفت معاك وأصدقائنا في الاتحاد الدولي وفي الاتحاد الأفريقي، رئيس الاتحاد الدولي شخصيا رئيس الاتحاد الأفريقي يخفوا لك اليوم وأنا إيتي لا بوغ ليميتي لي ديغا، معناتها اليوم العقوبة تجيك في الجانب التنظيمي أكثر في الجانب الرياضي، وتجنب المنتخبات متاعنا عقوبة رياضية كانت تسلط علينا. اليوم زاد نحترموا رواحنا شوية، نفهموا رواحنا شوية، احنا راهو اليوم حاب نقول حاجة إسلام، الظاهرة هذه راهي ظاهرة متكررة. تذكر سنة 2013 في الحمامات بطولة أفريقيا تنظيم الحمامات، تذكروا لقاء الأهلي ونجم هذه الساحلي، وسنة 2018 سنة 2018 فينال مع تدور نهائي الزمالك والترجي التونسي، وكل مرة ومن كل صف نقولها يجي الاتحاد الافريقي لتونس إلا وراوحوا بعد دور نهائي معناتها بأمباني، معناتها اليوم قفة بالعقوبات. اليوم زاد احنا زلنا شوية نراجعوا أنفسنا الكل كما هي صورة الحالة لبلاد الكل، مش كان حتى في الهون بكل أسف. واليوم شو نقول أنه اليوم جد جلدية، معناتها اليوم هذا رأيي بانتظار أنه بشي يتم النظر فيها بإجماع وحضور أعضاء مكتب جامعي الكل. هو شنو الفرق بين البلاغ الأول اللي هبطوه والبلاغ الثاني؟ البلاغ الأول الاتحاد الأفريقي حب يفسر وحب يعبر عن رضاه التام على عملية التنظيم، لأنه دقيقتين قول في دور نهائي نسفت مجهودات ناس متطوعين خدموا من الصباح لليل، ما اللي مش شفتهم فقط في قاعة رادس، ناس في الكارتي جنرال في المقر نتاع التنظيم، ناس في البول نتاع الحمامات قطب الحمامات، ناس في رادس، ناس تخدم عندها أشرة. والاتحاد الافريقي اليوم يقول لك على مستوى مثلا السكن وعلى مستوى اليوم عملية النقل يقول لك من أحسن إذا كان مش أحسن اليوم دورة، لكن جاك في الاخر في الليتر دو فيليستاسيون هذيك عرش وحب يفهم راهو على مستوى معناتها الامني يجب عليكم اتخاذ اكثر مع التدابير والحرص اكثر في المستقبل. نفهم هوني انه ما كناش نجمو نفلتو من عقوبه
في 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 مش نقول تقصير، ولكن اذا كان لمسات الاحداث هذه فما خلات. ونحب نقل منع كلمه للسياسيين، نحب نعاود نقول انه اليوم الناس كل خدمه، مبروك المنتخب المصري اللي فاز بالدوره عن جداره. احنا اليوم جامعه معناتها قاعد تخدم على روحها، تو نجيو نحكيو في المساله هذه. منتخبنا راهو منتخب ممتاز، مفخره لينا، ربحنا اليوم ما ربحناش، تحملوا مسؤولياتنا كي اللاعبين يربحوا، واحنا بالنسبه لينا نحطوا معناتها دوفون لا سين اللاعبين. كي الله يقدر ما تمشيش النتيجه كما هذه، احنا اذا بينا نحميو اللاعبين وكجامعه نتحملوا مسؤوليات. باقي ما نكمل اخر سؤال متعلق بالكريتير سي معاذ. نرحب سياسيين، مرحبا بك سياسيين. اهلا وسهلا، مرحبا ومرحبا كل المستمعين. شنو الامور؟ لاباس؟ الحمد لله لاباس، الحمد لله. الحمد لله. باهي اخر سؤال لسي معاذ قبل ما يدخلوا في الكان. اليوم ظهر لي فما قضيه تاع حكام. شنو عملت وشنو صاير؟ شنو علاش هكا الامور تصير برشا في الجامعه تاع كره اليد؟ عمليه بسيطه، احنا كملنا الدوره 24 ساعه بعد ما فات الدور دور نهائي. رئيس الجامعه معناته يصاب في ليلتها بوعكه صحيه، وسياسيين خلطت ما سمعنيش، لكن كنا نتمنى له الشفاء باسم اعضاء الجامعه الكل. الوحيد اللي قادر انه يسوي ويقول انا ياذن بصرف المبالغ عليه هو رئيس الجامعه. رئيس الجامعه ملازم الفراش. جينا طلبات بعد 24 ساعه في خصوص مستحقات ماليه تعهدنا كمكتب جامعي بتسويتها. قديش المده؟ مش مشكل، ما نحبش ندخل في التفاصيل، ولكن اليوم اللي يهمني انه فما مبدا نحكي عليه. تعهدنا قبل بطوله افريقيا وقلنا فما دخيل باش يدخلوا معناتها كاسه الجامعه. وعمليه ضبط الحسابات وقع ضبطها. الوحيد اللي نجم اليوم يرتب المسائل هذه ويأذن بالصرف هو رئيس الجامعه، رئيس الجامعه مريض. فهمت. 24 ساعه بعد الدوره جينا مطالب من فئه من الحكام، خلينا الامر يستراح. كلفني إدارة وطنية التحكيم باش تقوم بالتعيينات، عندي انا اليوم جوله. وبكل اسف معناتها فما فئه معينه غادي يمشيو زوج طواقم كهو. والله فيما بعد نشوف، معناتها احنا قمنا بالتعيينات واللي ماشي معناتها باش يتحمل مسؤوليته التاريخيه، لانه اليوم فما سمعه جامعه، لان اليوم فما ظرف حقوق مشروع الحكام، ولكن فما ظرف اليوم لازم نراعيوه. اذا كان الحكام يعتبروا روايح مبنى كره اليد كيفنا احنا، كانوا نجموا ينظروا للظرف هذا. ما حكيتوش معاهم فماش حكينا 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 مش ندخل في التفاصيل، حكينا وعضو جامعي اليوم قعد معاهم. لكن اليوم نخلص ولا ما نديرش المقابلات هذايا، معناتها الاسلوب هذايا ما تعودناش في الجامعه من التاريخ مع الجامعه منذ تاسيسها. فيما بعد ان شاء الله تصير جوله بمقابلات المبرمجه، ثم لكل حادث حديث.